يا أهلا وسهلا، ومعاكم بشاير من قناة بيهاند ديكوريشنز. فيديو اليوم زي ما شفتوا ساعة، راح تكون الفكرة مشابهة لفكرة الساعة اللي اشتغلتها في فيديو 63، فراح يعني تلاقوني أقارن بين شغلي في المرتين، لأن هالمرة غيرت شوي الفكرة وحسنت طريقة السكب. راح استخدم نص يكون رمادي والنص الثاني راح يكون من درجات الأزرق. الخشب المرة اللي راحت كان صراحة مع أن نفس القطعتين شريتهم مرة واحدة كانت جاهزة، هالمرة تعبتني بالصنفرة، ماني عارفة يعني ماني عارفة ليش طول الوقت وأنا أصنفر يطلع من هذه الشعيرات كذا البسيطة اللي تتقشر من نفس الخشب. فاللي سويته إني صنفرت مرتين، المرة الأولى بصنفرة خشنة أعتقد كان رقمها 80، وصنفرة يدوية بالورق العادي، أخذت الورق من أي مكتبة أو جرير. المرة الثانية بصنفرة أنعم اللي هي 200 220. بعد كذا حطيت جيسو. لما حطيت الجيسو خلاص صراحة ريحني، يعني كأنه لصق كل الشعيرات هذه أو الأجزاء الخشب اللي تطلع، خلاص ما عاد صارت تطلع، وريحني الصراحة. المرة هذه أسست بالجيسو وتركته ينشف، بعد كده صبيت اللون الأبيض. اللون الأبيض اعتبروه زي أي لون ثاني، اعتبروني صبيت أزرق رمادي نفس الشيء، عشان دايما تسألوني عنه ليش أسست. أحب أسس بالخشب لأن الخشب يلصق فيه اللون، يمسك يعني متعب. ارجعوا الفيديو 63 شوفوا كيف تعبني، اللون ما يتحرك. استخدمت تقنية القلب والسحب. بعد كذا يعني شفتوني كذا فتحت الكوب انه سويت ثقب في الكوب على اساس انه يطلع اللون يعني بتدريجي براحته. بعد كذا استخدمت النص الثاني، شوفوا كيف اللون وزعت الرمادي بسهولة، ما تعبني، ما اضطريت اسحبه بيدي او يعني احركه او اجي الساعة احرك فيه، بالعكس كان يعني بسهولة يمشي معاي. بسبب هو التأسيس. استخدمت في الأزرق هالمرة هذه مو زي المرة اللي راح، استخدمت كوبين بحيث إني أنا أتحكم بالألوان الموجودة. على فكرة نجي للخليط، الخليط هذا خليطي أنا اللي أنا أستخدمه بالفلوترول، وأشرح كل شيء فيه بالتفصيل الممل، وكيف نطلع بخليط يعني متجانس بدون تكتلات بدون مشاكل، كيف نتحكم بالألوان في الورشة أو الدورة اللي أنا سويتها أونلاين. من اليوم الدورة راح تلاقونها في رابط موجود على الانستغرام او تحت الفيديو هذا لموقعي. هنا بقطع الكلام عن الدورة لانه ابغى اوريكم هنا الخلايا هذه اللي طلعت. انا ما حطيت شيء طلع خلايا، هو كذا الفلوترول رهيب يطلع خلايا بشكل حلو، بس لما تكبر كذا انا ما احبها، فاصير ايش بشوي شوي احاول اني اصغرها واحاول اني ارتب شكلها. انا ما احبها لما تكون كبيرة وعشوائية وطولية كذا، ما يعجبني شكلها. كذا تركتها تجف. ما كنت مرة راضي عن الشكل وصورت للي كانوا معاي انستغرام، وكنت شوي زعلان عليها، افكر اعيدها ما اعيدها. هي حلوة بس لانه انا كان في بالي فكرة وما طلعت لاني نسيت احط لون فاتح مع الازرق، مرة نسيت اني احط، فهذه الفكرة اللي كانت زعلتني، وكنت يعني كنت ما راح اصور المقطع، بس شجعتوني البنات اللي تابعوني على الانستغرام، شجعتوني اني احطها وقلتوا لي لا راح تعجبنا وحطيها. بعد كذا حطيت ورق الذهب. شرحت بالتفصيل في فيديو 63 بالتفصيل زي ما شفتوني. هنا هالمرة رسمت لاني راح احط خطين بدال يعني واحد، وراح تكون عريضة، فرسمت بهدوء الرسمة اللي انا ابغاها والشكل اللي انا ابغاه واشتغلت عليها. هنا شايفين الجزء اللي اقشر عليه كيف صاير مطفي، والحين لما احرك اللي تحته باين يلمع. اللي سويته اني استخدمت اللي هو الغرا المود باج، هو يعني نفس الصمغ الأبيض ومطفي، النوع هذا مطفي، لأن هالشركة عندهم أنواع في لامع وفي مطفي، فأنا استخدمت اللي عندي اللي هو الغرا الأبيض هذا المطفي، وحطيت بجزء يعني شيء بسيط 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 خفيف عليه،
ومررته على كل ورق الذهب. ليش؟ لأني حطيت منه مرتين وحسيتها فاقع صاير بزيادة، لمعته صايرة يعني فاقع بقوة، فحبيت أني أطفي من اللمعة هذه القوية. كذا أكون انتهيت. اللي حاب يشوف الشكل النهائي يجي على انستغرامي، الرابط تحت أسفل القناة، ولا تنسوني من دعمكم من رأيكم، وشكرا لكم.